الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. نفنون الإسلام جيزي ديا ميسي أمبارتونغا أنا كتير. الدرجة الأولى الإسلام. نمبارتونغا بودوني ديا نشنوي الإسلام. الدرجة الثانية التي أعلى من الإسلام الإيمان. نمبارتونغا من أنا كان زان فارو جيزي ديا نشنوي إيمان نامي فنون. الدرجة الثالثة الإحسان. كا نمبارتونغا فاتي الفارمي ديا نزابت نشنوي الإحسان نامي حسران. الدرجة الأولى الإسلام. أذكرنا دائما هي أمرتنا بقولون شنو هي الإسلام وجد. نعم ما هي أركان الإسلام؟ كم عدد أركان الإسلام؟ أذكرنا من هذا الشيخ سكوي إن وجد في وجد مي عام فوت جاء زي يزورون في الإسلام. كم؟ خمسة. نعم. طب. دي. الأول. بقولون ميزيو. الشهادتين. ني في زورا بقول ميلا فتبيشتوك ميشكا تكون الله على محمد ديرا بن الله سنشرح إن شاء الله إذا بيشكا زي بقول الثاني إقام الصلاة ليس الصلاة ما معنى إقام الصلاة لابد أن تأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى فارو من أراك أنزان ويشي جديني فانا قانانو دي صلاة تبيتان تيوي صلاة وصفة فبيتان قانانو دي صلاة هذا بيشكا تيرين ديكا نوي منا تانغانا صلاة سجي صلاة تيرين تي دي بيشكوبة إزاي تشميسي أنا قاناناز زي نوي إقامة الصلاة الثالث إيتاء الزكاة لابد أن تؤخذ الزكاة من أموال معينة إلى أصناف ثمانية في وقت محدد. زنوين نشينوين برضو إيتاء الزكاة دي فمواهنون الزكاة دي بيشفوبا فنوبنازي زيوة ميفوتونا فنوبنازي أرمسي كارزني بارو كارزنولا بارو زانية طولورنا زيو أنيو الزكاة زانية إزاي السورنا أم نفعن حالنا نقول وزغيني زي زمرزيو الرابع صيام ماذا؟ صيام شهر رمضان. نفاية فتوجيز ديالي في فهيز أنا من يقول أنا رمضان. الخامس فاديني حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. في بيننا معصنا أن يتشمي الله سبحانه وتعالى أن يمعك كزانيا وأن يروى إزاي منك الثاو أفضل دوكا في زنبيرنا إزانيا. نعم.